طريق صغير وحب كبير، هيدا هو درب الرب. ما خليتها بمشي معه، بيجيبني بخير بيردني بخير. من شق طريقنا بين الغابات والحراش لنوصل إلى واحة من القداسة والصلاة، إلى دير مارشاليطة. دير مارشاليطة مفعمة بتاريخ قديم تشهد عليه حجارة. ولحتى نتعرف أكثر على دير مارشاليطة، على هذا الدير الرائع المقدس، رح نتعرف سوا على السيدة رحيل الخوري من سكان مزيارة. صرت بدنين ما أنا بالمطور بأفريقيا، قال لي ما بدي إياك تضلي هون، بدي تروحي على لبنان. قلت ما فيني روح، أنا عندي عائلة بشتغل، بدي أعيش عائلتها. قال لي لا، مسكني بإيدي وحطني بالطيارة، سكر الباب علي. قال لي ما بدي إياك تضلي هون. قلت أنا صرت خبر جاي رجال، قال لي هيك ما بدي روح على لبنان، أش بدي روح أعمل، بيضل بشتغل وعيش عائلتها. بعد سنة شي هيك الهم، قال لي سكرت شغل وبعت رزقة وجيت على لبنان. بس جيت على لبنان جي لقي روحي، جيبني الحار ببنان. ما قال لي هالدار خربين بك تصلحيه. ترى أنا ما معي ماسورة. جيت لقيته خربين، قلت له خربين والعلم تحكي كتير، وأنا أرملي وعندي عائلة، أش بدي لم مصوري تصلحي؟ بيقولوا هاي بدها تتعيش ولادي، ما حدا بيثق فيها. سين حرديني اسعفوني لهموني، أش بدي أحكي أش بدي أقول؟ لا تقعدي عنده كل النهار وأطلب. الله لهمنا، قلت له في كتير ما عندن ولاد ومحروق قلب تجيين ولاد. بلشت بالشغل، روح وجي على الطريق وحدة. قلت له أنا وحدة، شغلي بيصبقوني بوحدي على الطريق، بمزيع في ضيع في حجيت. صرت ببنمي واقف بنص الطريق، قال لي من إيش خايفة؟ أنا هون ناطرك بنص الطريق، ما بخلي حدا يقول لك شيء. صار لي 40 سنة بروح وبجي، العالم تحترمنا، حيوانات ما بشوف، حجيت ما بشوف. وما بتكتمل الجولة بدون المرور إلى تاريخ هذا الدير. مارشاليطة بالسريانة يعني المتسلط، هو كان جندي قائد روماني بالجيش الروماني واعتنق المسيحية ومات شهيد. الكنيسة إذا منشوفها على زمن الفقر اللي كانوا الاضطهادات، ما انترك لها دوكيومنتس، ما انترك لها وثائق، ولكن الحجار شوي بتحكي. وبتبقى نشوف الحجار هون بتقلنا إنه الكنيسة انتعمرت على 3 مراحل. هلا ها أقدم مرحلة منشوف هالحجار كيفية دفشة ومنها مهزبة وكلها يتم ركبين تركيب فوق بعضهم بعض. سلكنا الطريق السهلية الشمالية يلي بتودي إلى دير مارشاليطة بمنطقة مرح كفر صغاب، البلدة اللبنانية القديمة التراثية، كل معاليمة بتشهد على ذلك بما فيها المشاهد الطبيعية الخلابة. الله يعفي عن كل العطيوني ما صوري تصلحت الدير، كان خربين. الله يوفقهم، الله يرحم موتيهم. نشكر الله ونحمده، نشكر جميع الملايكة والقديسين، سعفوني وعطيوني القوة تصلحت الدير.